بطلب في الدستور الجديد ان شاء الله وضع البرلمان الجديد او ملف البرلمان يكون اي حد من حقه يرشح نفسه، من حق اي مصري يرشح نفسه كيفما يشاء، لكن انا بطلب منه يقدم برنامج في الاول، برنامج انتخابي اللي هيبدا يعمله خلال مدته الانتخابيه. البرنامج ده بيحتوي على مجموعه من النقاط، هيعمل ايه في اول 6 شهور، اول سنه، اول سنتين، برنامج انتخابي بالتفصيل اللي هيعمله. ومش برنامج انتخابي مكتوب كده وخلاص، ورق وخلاص، مكتوب بدقه ومدروس كويس وفي خطط واضحه وصريحه. نمرة 2، بطلب في برنامج الدستور الجديد وضع المحامي. أول حاجة أنا بطلب أضيف مادة للمحاماة، عدم القبض على المحامي إلا بعد صدور أمر من النيابة العامة وموافقة مجلس النقابة العامة للمحامين. يعني مش من حق أي حد يروح يمسك المحامي ويقبض عليه بدون كده وخلاص. شكراً.